السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله على بركة الله. المكونات: في إناء كنوضع 2 فصوص من الثوم اللي كتكون محكوكة، ملعقة صغيرة من سكينجبير، ملح بحسب الذوق، هذه المكونات بثلاثة كتبقى حسب الذوق ديالكم، ملعقة كبيرة من الخردل اللي هو المطرد، ملعقة صغيرة من صوص حارة، عصير الليمون الحامض ما يعادل 3 ملاعق كبيرة. عندنا هنايا الدجاج من وزن 1 كيلو و100 غرام أو 1 كيلو و200 غرام باش كيطيب بسرعة، كيكون مغسول من قبل طبيعة الحال مزيان ومسقطر من الماء. هاد المكونات كنضيف عليهم الخردل اللي هو المطارد، الخردل كيعطينا مذاق هائل للدجاج. كنضيفو ملعقة كبيرة مع ملعقة صغيرة من صوص حارة. بالنسبة للصوص حارة يمكن لكم تنقصوا أو تزيدوا، هذا القياس كيكون يعني مذاق متوازن ما كيكونش حار نهائيا، اللي كيفضل الحار كتضيفوا أكثر. عندنا عصير الليمون الحامض، غادي نعبر هنا غير باش تأكدوا من القياس، تقريبا 3 ملاعق كبيرة كما كتلاحظوا راه كينزل مع الملعقة 3 ملاعق كبيرة. كنخلطوا هاد الماغيناد مزيان اللي هي الملحة والسكنجبير والثوم والخردل اللي هو المطارد وصوص حارة. بالنسبة للملحة حتى هي كتبقى حسب الذوق ديالكم. كنخلطوا مزيان هاد المكونات، هاد الماغيناد اللي باش غادي ندهنوا الدجاج ديالنا. كناخدو الدجاج اللي كيكون مغسول من قبل بطبيعة الحال مزيان ونظفينو، ومن الافضل دائما هاد الدجاج الرومي يكون عندنا قبل في المجمد عاد كنخدمو به. غادي نستعمل هنايا يدي باش ندهنو مزيان. كندهنو الدجاج ديالنا من برا ومن الداخل كذلك باش كيتشرب هاد المكونات كلها، كندخلو بين الجلد واللحم كذلك، اي فراغ عندنا كندهنوه مزيان، كله كيتدهن. كان ضروري هنا هاد المرحله ما كنغطيوه ببلاستيك غذائي او كنديروه في طنجره ونغطيوه مزيان وكنخليوه في الثلاجه كيتنقد تقريبا 3 ساعات او تخليوه ليله كامله. انا هنا خليته غير 3 ساعات فقط حتى كيتشرب مزيان هذوك المكونات. مكونات الحشوه اللي غادي نديرو فيه، كناخذو هنايا في مقلاه بصله اللي كتكون مقطعه رقيقه بزاف او كنطحنوها في طحانه كهربائيه، مع الكبدة ديال الدجاج اللي حتى هي مسلوقة ومصفية ومقطعة طريفات صغار. عندنا المعدنوس اللي كيكون مقطع كذلك، الكمية كتبقى حسب الرغبة ديالكم. كنضيفو ايضا الحامض مصير اللي هو الليمون المصبر مقطع طريفات صغار، غير القشر فقط ما كنديروش اللب. عندنا هنا ايضا فصوص ديال الثوم، الملح وسكنجبير وصوص حارة اللي حتى هي حسب الذوق ديالكم، شوية ديال الابزار والقليل من الخرقوم عود اللي هو الكركم. هنا كنضيفو الزيت النباتي اللي باش غادي نشحر هذوك المكونات، بحاجة لعلبة ديال الشعرية الصينية نقعتها في الماء مغلى ومن بعد غادي نصفيها ونقطعها، وزن 100 غرام. كنخلطو هاد المكونات. هنا كما كتلاحظوا معايا غادي نشحر البصلة مع كل شيء المكونات، لان البصلة عندنا رقيقة بزاف بسرعة كتشحر لينا المكونات. كنوضعو المقلاة ديالنا فوق نار متوسطة مع التحريك المتواصل، كنضيفو الشعرية ديالنا بعد ما صفيناها وقطعناها، كنخلطو مزيان حتى كتشرب لينا وكنحيدوها من فوق النار. بالنسبة لهاد الكمية ديال الحشوة كتعمر ليا 2 دجاجات الحشوة ديالي، ها هي واجدة، كنخليوها كتبرد. الدجاج بعد مرور 3 ساعات كنخرجوه من الثلاجة. علاش كنغطيوه؟ باش ما كيعطيناش واحد رائحة في الثلاجة. ونصيحة أخرى، كدير واحد القطعة ديال الفحم فاخر فوق هذاك البلاستيك أو كديروها في طبيسيل صغير باش إلا كان شي رائحة أخرى ما توصلش لينا الدجاج. كنوضعوه في صحن وكنبداو نعمرو الدجاج ديالنا. طبيعة الحال كما طريقة معروفة كنعمر مزيان، وممكن تعمروا حتى لهذوك الجوانب اللي كيكونوا فارغين كتعمرهم بالحشوه.
ممكن تضيفوا حتى شويه ديال الزيتون خضر مقطع الا بغيتوا، وتضيفوا اشياء اللي كتفضلوا بطبيعه الحال. كنعمروه مزيان. هاد الحشوه كما ذكرت لكم كتكفيني جوج ديال الدجاجات، ممكن تقصوا الناس اللي ما بغاوش يعني يديروا غير دجاجه واحده. هنا لكم اختيار، كتسدوه اما بالكيغدون او كتلويو عليه واحد الخيط. انا دخلت لي رجيلات تما وغادي نسدو بالكيغدون باش هذيك الحشوه ما تخرجش ليا. كناخذ شويه ديال الزبده، زبده خاصه بالاكل او زبده ديال العلب، كندهنوا الدجاج ديالنا. كناخذوا الصينيه او طاوه ديال الفرن، هنا فرشت فيها ورق السلفغيزي، وكنوضع فيها ايضا حتى هي شويه ديال الزبده، غير طريفات صغار ديال الزبده. نصيحه اخرى هي انكم تقبوا الدجاج ديالكم من الصدر ومن الفخيضات كذلك، كما لاحظتوا انا سديته بالكيغدو. كنحطوا الدجاج ديالنا على الصدر ديالو باش كيطيب لينا هو الاول، وكندهنوه ايضا بالزبده. هنا في المرحله الاولى كنغطيوه بالسلفغيزي تقريبا ياخذ لنا 30 دقيقه في الفران، عاد نحيد لي هذاك الورق ونكمل باقي المراحل معكم باذن الله. هنا بعد مرور 30 دقيقه بالنسبه للفران شعلت غير من التحت، عندي فرن بمروحه كيكون فرن كنسخنوه من قبل، وكندخلوا الدجاج ديالنا. هاد بالنسبه للمده باش كيطيب مزيان كياخذ لنا ساعه ونصف، هذا الا كان دجاج صغير. كنخرجوا الدجاج ديالنا كننسقيو بهذاك المرق اللي كينزل لينا في الجوانب، كما كتلاحظوا كيبدا كيتحمر، كنقلبوا الجهه الاخرى حتى كيتحمر مزيان. بطبيعه الحال راه كيطيب، كيكون الوقت ديالو كافي حسب الوزن ديال الدجاج ديالكم كما ذكرت لكم، يقدر ياخذ لكم حتى لساعتين. لاحظوا معايا هنا الصدر ديال الدجاج هشيش بزاف ولذيذ، المذاق ديالو هائل، وكذلك هذوك الفخيضات كله طيب. ولكن المده الكافيه اللي خدا ليا كما كتلاحظوا الدجاج راه صغير، خدا ليا ساعه ونصف في الفران. ممكن ايضا تبخروه يعني طيبوه في الكسكاس، تبخروه وبطبيعه الحال مره كتقلبوه واش طاب ولا مازال. وكما ذكرت في الاول يعني كتقبو الصدر والفخيضات باش كيخرج هذاك الماء اللي في الداخل وكيطيب لنا الدجاج مزيان. وهذا هو الشكل النهائي، وان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم باذن الله. وما تنساوش وضع لايك للفيديو ومشاركته مع الاصدقاء. نتلاقاو في وصفه جديده باذن الله، في امان الله.